صباح الخير، كيفكم؟ شو أخباركم؟ جيتكم اليوم فيديو كتير حلو. فيديو اليوم جوات البيت وبرات البيت. اليوم رح حضر لازانيا. مين ما بيعرف اللازانيا؟ عم فرجيكم المكونات يلي أنا بدي حضرها، وبنفس الوقت بدي أطبخ على بكير وآخذ القطافيل، يعني نتالي وجوليا وعلي، بدي آخذهم مشوار لبرا مشان في هون عيد الفصح، اذا بتعرفوا بيقولوا له الايستر، فبيحبوا يلعبوا برا وفي مثل مسابقه بيعملوها الاطفال. فهلا بفرجيكم. هلا بالاول قلت رح اطبخ اللازانيا، حضرها وبعدين نروح، وبس نرجع بيكون قدن المغرب، لانه ما عاد بكون لحقت اني اطبخ بس ارجع على البيت. هلا هون اذا بتعرفوا كيف الواحد بيحضر اللازانيا، هي اكله كثير مشهوره وكل واحد ايام بيعملها على طريقته، فانا كمان رح اعملها على طريقتي. بصل وزبده ولحمه ناعمه نتركهم لوحدهم، وبعدين بنعمل صوص البشاميل. صوص البشاميل اسهل طريقه لتعمليه مشان ما يتكتل الطحين. بتحطي 4 كاسات حليب و4 معالق طحين على البارد وقطعه زبده، وبتحركي فيهم مع رشة ملح ورشة بهار وغير شكل. أنا أيام بحط لهم جبنة موتزاريلا مشان تصير يصير صوص البشاميل عندي كتير هيك ثيك، وفي هيك شطة ومطة، ويبين إنه فعلا في الجبنة كأنه كله بصير جبنة. هلأ أفرجيكم كيف، مشان اذا حابين تعملوها. على بصراحه هي اكله الصبايا، ما لا اكله الكبار. فبتذكر انا اول ما عملتها لاهلي كنت هيك لساتني صبيه اول سنه جامعه، فكنت اعمل لهم اياها ويقولوا لي شو هالاكله هي، والله غريبه، يقولون هي اكله ايطاليه تعلمتها بالجامعه. شايفين عندي كيف الصوص صار هيك كانه كله جبنه، لاني حطيت له قطعتين موتزاريلا، فبصير هيك بشط وبمط. هلا هون جهزت عندي اللحمه، في ناس اولادي بحبوا الدرة وانا بحب كمان احط معها فطر، وبنحط لها كمان بندوره مقطعه او بندوره علب او البندوره اللي انتم بدكم اياها. شايفين كيف كتير سهله، بحضرها قبل ما نطلع مشوار، وهيك متى ما غلي وغلوي على الغاز ايام بنحط لهم رشه كاري اللي بيحب، واللي ما بيحب كمان مثل ما بده. وهون معجون الطماطم بتركها تغلي لغلوي على الغاز، وبيكون صار عندي صوص البشاميل جاهز. هلا اول شي بنحط كبجايه كبيره من صوص البشاميل بسفل الصينيه. هلا هون الابداع، انتبهوا انتبهوا يا مشاهدي ويا متابعين ويا حبيباتي ويا اخواتي اللي بحبهم فردا فردا. بنصف اللازانيا بقلب الصينية، وبنحط اول طبقة الصوص الاحمر اللي عندي، اللي هو مكون من اللحمة والبصل والذرة وشو كمان والفطر. بنحط اول صوص، وبعدين بنحط فوقه شو؟ صوص الجراتان، صوص البشاميل. انا بحبها مسقسه، اولادي كمان ما بيحبوها ناشفه. وبما اني بدي اترك البيت، بدي اتركها لحد على نار هاديه واطلع روح مشواري وارجع، فلازم يكون كتير الصوص تبعها كتير، مشان كمان مثل ما الكل شايفين اللازانيا ما بتنطبخ، يعني بحطها دغري هيك مثل ما هي ولحالها تنطبخ مع الاكل، فلازم نمرقها مشان اللازانيا تنطبخ منيح. كمان بصير بحط طبقة لازانيا وفوقها كمان صوص أحمر صوص البشاميل، وهيك لحتى بتصير عندي كل الطبقات جاهزة. أنا هون كترت، بالعادة بعمل بس طبقتين، بس بما أني كترت صوص فطلع معي 3 قطع زيادة. يلا قلت ماشي الحال، منحطهم ما في مشكلة، الدنيا صيام. هلا بحطهم بالفرن على نار هادية، وتركت جوزي هون ينتبه لها بس يحمر الوش. شوفوا عاد ما احلى ابني علي. بيلعبني، يعني ما بيحب يشوفني مشغوله. عم اقول له يلا دقيقتين ماما بخلص الطبخه اللي عندي وبنطلع مشوار، ما لح يضيق خلقك. بتعرفوا رمضان وصيام، وبنفس الوقت الاطفال معطلين من المدرسه، فبدهم شيء يسليهم دائما. هلا كمان بحط على وشها كمان قطع الموتزاريلا، وبحطها بالفرن على نار هاديه وبس. وحطيت كمان رشه قشقوان،
اوكي. وفي منكم اذا بتحبوا تحطوها بالفرن بس تجهز قبل ما تجهز بخمس دقائق، بتطلعوها بتحطوها ايش اوان كمان بترجعوها كمان بصير. هلا حطيتها بالفرن على نار هاديه ورايحين مشوار، وبدايه مشوارنا خناقه مع ناتالي وجوليا مين بده يقعد بالسياره من قدام. هلا اولادي اخذوا وحطوا لهم هيك على روسهم انه هدول مثل الارانب، الارانب التي تبحث عن البيضات، فقالوا لهم لازم تروحوا تدوروا على وحده وحده مكان مكان وين موجود البيض. واول شيء علي صار يستكشف، هي لقيتها، لقيت اول وحده. فقدام كل وحده بيلاقوها، هو مول كبير، بيلاقوا كل ارنوب لازم يكتبوا انه هن شافوه او معلومه موجوده تحت الارنب. خليكم معنا وتابعونا. يلا ماما بدنا نروح لحق ناتالي وجوليا. يعني ها تعالنا منه بالبيت. يس يس، علي عنده منه هذا التبتوك، هذا البطريق. ليكو هذا البطريق، هي صارت بطريقة عليها عروس. Where are we going now؟ وين رايحين ماما؟ وين ناتالي وجوليا مامي صاروا؟ This one ما عاد بدنا نشتري هون للتلفزيون. علي ما بدنا ماما باس بومب. مامي it's time for باس موم. اوه بتعرفي قديش بتحبهم؟ وين ناتالي وجوليا؟ ياي هون ناتالي وجوليا. وين كنتوا مامي؟ لقيتوا الحل؟ لا في وحده لازم تدور هنيك. اه وانتي ناتالي لقيتي الحل ماما؟ اوكي مشان تاخذوا كل واحد كيس كاندي، يعني كيس سكاكه. وانت علي شلون بدهم يعطوا كيس كاندي وانت ما شاركت؟ كاندي علي ده كاندي. ايه مامي هذا امشي روح لالي. يلا يلا ليتس جو. وين نازلين سابقينا؟ شو ناتالي وجوليا ما لقيتوا الهانت؟ أنا شوي منه. آه؟ أنا شوي منه. بس لازم نخلص اثنين وبعدين. لسه تنتين. أوكي. وهي جوليا لقيت واحد. This one. سوينا هاي ماما. آخر واحد وين؟ هذا. أوكي. تعبت مامي؟ yes. استراحة ناتالي؟ yes. وجوجو راح تكمل لحالها؟ لقيتي يا هاي الرقم خمسة. ايه هلا خلصنا. هلا خلصنا، شو بدنا نعمل هلا علي؟ هلا بدك تروح تاخذ الجائزة؟ في جائزة يا ماما. Yes. باي كاندي. كاندي هيا ناخذ كاندي. Yes. Hey. Thank you very much. Thank you. Would you like to keep recipe on the menu? No, okay. There's some treats here for you. Wow. Now it's time to reward. Thank you. Thank you. You can have some yourself. Thank you. Bye. Bye.
Are you happy, Ali? Oh, wow! You got you and Jimmy! وهون نزلت لحتى ادفع الباركينج ونطلع من المول. فكنت عم علم نتالي وجوليا كيف وقت باخذ الكارد تبع الباركينج كيف لازم ارجع ادفع وكيف لح البوابة تنفتح لحالها، لأنهم بيعتبروا هذا الشيء ماجيك. انه كيف البوابة رح تنفتح لحالها ما بتمرق السيارة؟ قلت لنا لأنه بتكون هاي البطاقة موجودة جنب بالسيارة، فبياخذها الليزر مباشرة وبيفتح الباب. وهيك عم قلها، عم تقلي وين لازم ادفع؟ عم قلها هون، من قيمة هيك ومنحطها هون ومندفع. اكشولي جولي نتالي كتير شاطرة بهيك شغلات، يعني ايام بدي سؤال بسألها نتالي شو نعمل هون. هي وصلنا على الباركينج. انبسطت؟ حلو المشوار؟ يلا امشي على السيارة. اوه عطوك جامي كمان، واو. هاي لقينا السيارة، شكرا نتالي. يا سيارة ضو، يلا امشي نطلع. هاي نتالي بجولي مثل ما تخانقوا بالروحة مبدو يقعد قدام، مش بتخانقوا بالرجعة. عندكم هيك اخوات بالبيت او هيك اولاد؟ خبروني او انتو هيك تعملوا باخواتكم. هذا الكرت اللي اخدته بحطه هون بجنب السيارة لحالة بتلقط الكاميرا. هلا هيك صور جميل لحتى نفرجيهم كيف رح يفتح بوابة. Bye guys, we love you all. حبكم كتير. بنحبكم كتير. Bye. Bye, love you. وهيك رجعنا على البيت تعبانين وجوعانين، بس بدنا يقدم يقول الله أكبر لحتى نقعد وناكل. حبايب قلبي بحبكم كتير كتير كتير. إذا استمتعتوا بهذا الفيديو واستفدتوا من وصفاتي وانبسطتوا بالمشوار معنا، لا تنسوا اللايك والاشتراك. اكتبوا لي بالتعليقات شو بتحبوا وصفات اعملكن اياها كمان. بحبكن كتير وبوسة مني ومن نتالي ومن جوليا ومن علي. باي.